هذه الصورة دكتور، لكن من الناحية العلمية يعني اليوم كثير من الناس يتحدثون عن ربما أمور عاشوها وحدثت لهم، ويذكر لك وقائع محددة ويقول لك هذا اللي صار معي 1 2 3، بالنسبة له أنه هذا إثبات لتعرضه للعين أو الحسد أو حتى السحر، كيف ترد عليهم؟ هذا يا سيدي طبعا مع احترامنا يعني الشديد لكل الناس، يعني هو مثال طريف، هاي بدون ذكر أسماء. عندنا كان في حلب يعني جارة متقدمة بالسن، طبعا مع احترام الشديد إلى متواضعة الجمال، يعني عم تقول لي عم بيحسدوني ما لاحظت، لا يعني مع احترامنا الشديد إلى، فاحنا إنسان بيكون يعني مثلا عنده مال قليل سيارة متواضعة بيقول لك عم بيحسدوني، سماعة يعلق عليه. أيوة لكن أحيانا سيدي ربما يعني هيربط حادثة معينة يعني صارت معه بس ما لها علاقة الحسد، بيقول لك حسدوني. الموضوع بسيط جدا، الله سبحانه وتعالى أعطانا دعاء بسيط جدا جدا جدا، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. فحينما أمكر بسيادتك بالسيئات والشر، إذا سيادتك قلت هذا الدعاء وطلع سيادتك ألفاء استئنافية فوقاه الله سيئات، ما قال ثم وقاه الله، إذن وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، انتهى موضوع الحسد وما يسمى الضرر. لكن أهم شيء سيدي، فإذا عزمت فتوكل على الله، تابع حسدوك ما حسدوك، تابع المسيرة، وليس مهما تواجه. أيوة، وليس التراجع صحيح. في الحياة، فالحياة هي فرح وانطلاق نحو الأمام دائما. صحيح دكتور علي، يعني إحنا وصل الموضوع أنه في بعض الأشخاص عندهم اعتقاد أنه في قرى معينة أو في عوائل معينة متوارث عندها الإصابة بالعين، يقول لك يدخل مثلا يقول الله إيش هذا البيت الجميل، فجأة ينكسر شيء في إيش السيارة الجميلة، في نفس اللحظة بعدها بساعة السيارة تصير لها حادث. كيف نرد عليهم هؤلاء الأشخاص؟ أحيانا تكون صدفة ترى. يعني بس لا يقول لك عائلة، لا إحنا في السعودية عائلة أو قرية. نعم معروف يعني. معروفة إنه. حدثونا كثيرا. هؤلاء الأشخاص طيب يعني فرضا معلش مع احترامنا الشديد، طيب هذول بإمكانهم هي يعملوا بزنس فرضا عند وكالة سيارات معينة، حتى يحطموا لهم سيارات وكالة ثانية المنافسة. إذا كانوا بهذه القوة. يعني لو كان بهذه القوة يمكن إنهم يعملوا بزنس. إنه فرضاً شركة سيارات وشركة منافسة، يا أخي بنعمل عند هذه الشركة يعني لإساءة أو إلى تعطيل السيارات الأخرى وعم ينضرب سمعة المعمل. فهذا مثل ما تفضل أستاذ هي عبارة بصدفة فقط وليس لها علاقة، لأنه عرضت لسيادتك الكفيف لا يحسد لأنه لا يرى النعمة، والله سبحانه وتعالى قال من شر حاسد، يفترض الآية الكريمة حسب قولهم لازم يقول من عين حاسد إذا حسد، الله قال من شر الحاسد، يتحول إلى إنسان شرير بكل معنى الكلمة، يسيء السمعة ويستخدم هي قضيتين، إما التشهير بشكل علني مثل ما نشوف أحيانا يعني على اليوتيوب محطات التشهير العلني، أو التشهير السري يعني أذهب للمدير سرا، لذلك قال من الجنة والناس، إما بيكون بشكل علني، لكن الآيتين الكريمتين صورة الفلق وصورة الناس يتحدثان عن شر حاسد، ولم تأتي كلمة العين على الإطلاق في السورتين، يعني ما في أي قوة خارقة عندهم هذا في العين إطلاقا يعني، والعين فقط يعني وسادة أطباء العيون الكرام يعني بيقول لك العين لا تصدر شعاع، لو كانت العين فيها شعاع تعكس أيوة هي فقط متلقية، لذلك الإنسان لا يرى في الظلام لأنه العين ليست مشعة طيب. دائما دكتور، يعني في كثير من الممارسات للأسف منتشرة في مجتمعاتنا العربية وحتى الإسلامية، ربما هي نتيجة لفهم خاطئ للآية يعني وأما بنعمة ربك فحدث. كثير من الناس مثلا تجدهم ربما يبخلون على عمرهم، يبخلون على نفسهم، حتى يعني لدرجة أنه يضيق على أهله وعياله بحجة خوفا من العين أو خوفا من الحسد أو والله لا يشوفون هذول ولا ويصل بهم الحال حتى للكذب على الناس، يوسوسوا عندهم وسوسة. فكيف الواحد يعالج هذا الظاهر؟ يا سيدي هؤلاء الأشخاص يعارضون السنة النبوية الشريفة طبعا بما معنى الحديث الشريف إن الله يحب أن يرى مظاهر نعمته على عبده، وما بنعمة يعني حتى الرسول والصحابة الكرام كان عندهم قصور، يعني فرض الحبر الأم ابن عباس كان عنده قصر بالطائف، يعني ما كان عم يخبي النعمة، يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان ملياردير، عبد الرحمن ابن عوف
عثمان بن عفان. نعم نعم كل الصحابة الكرام أطلعتك الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم كلهم من كبار الأغنياء. يعني ما كان يخبي ماله أو يلبس اللباس حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان أفضل حاضرين مظهرا وهنداما وموائد يعني موائد يوميا. لذلك أطلعتك قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إذا ما بيكتم نعمة الله. بقيت الآية سيدي ما هي؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قال يا ويلهم من شر الحساد ويا ويلهم، قال لا أنفق ليلا ونهارا أظهر النعمة. والفكرة سيدي يعني هناك هي تفسير يعني هي طريف إلى الآية اللي ذكرتها سيادتك. وأما بنعمة ربك فحدث، ليس فقط تكلم، حدث ابني حضارة، ابني 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 حضارة. يعني هلا فرضا عبتلات مثلا سيادتك يعني بمناسبة العام 50 يعني أدام الله الإمارات وأهلها، يعني حدثت الإمارات، بنت دبي، بنت أبو ظبي، بنت الأبراج، وما يخايفة لا من عين حاسد ولا من عين يعني صحيح. ولا يعني توقفت الحياة يعني حتى حاليا يعني المملكة العربية السعودية أدامها الله حكومة وشعبا مهرجانات العلا ومهرجانات كذا ومشاريع ضخمة. بالعكس حدث يعني بنعمة ربك حدث يعني اصنع الحداثة واصنع الحضارة، لكن العرب فهموها حدث يعني تكلم فقط. صحيح. احنا بنحدث ان شاء الله بالحديث الله. وبنحدث ان شاء الله في التطوير بعون الله. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية دكتور. شكرا دكتور علي، حياكم الله. شكرا لك.